وانت جميلة. الأولاد ما عندهم مشكلة وهن معك بأي قرار انت ممكن تاخذيه لتحددي مصيرنا. وبهي الحالة أنا رح أرجع عيد طلبي إليك. تقبلي تتزوجيني؟ عن إذنك. شو بدك؟ مشت مو وقت المشاكل. ليش إجا؟ اتركه بعدي عن الباب. مو فاضي لك. بالله بعدي من وشي بلا وقاحة. بابا بعدي هيك. علي شو جابك لهون هلا؟ ليك رح اقول لك اياها لاخر مره. اتركني بحالي وخليك بحالك. خلص نحن طلعنا وما في شيء بيربطنا. ما عاد بدك تفهم وتروح. اعتقنا بحالنا مشان الله. بلا بس بالاول افهمي الحقيقه قبل ما تتورطي. شو قصدك بهالحكي؟ اللي بقصده انه هذا الزلمه كذاب وحقه نص فرنك. قوم حبيبي قوم اقعد باوضتك. عيب عليك تحكي هالحكي عنه. أنا ما غلطت وظلمته بكلامي جميلة والله، لأني بعرف كل الحقيقة اللي بتخص ماضي هذا الواطي. هذا الزلمة مانو سهل بنوب ومخبي عليك كل شيء بخص الماضي الأسود تبعه. أنا ما خبيت شيء بضرك واللي لازم تعرفيه وبهمك أنا حكيت لك يا بالحرف الواحد. يا ترى ما بهم تعرف أنك انحبست؟ ليش انت انحبست؟ ايه بيصير هيك قصة تخبية عن المخلوقة يا محترم وبدك تتزوجها. سألي جميلة ليش انحبس لسنين؟ ولا ما بيهمك؟ ليش؟ لأنه ارتكب الجريمة. لا 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 يا مسكين عن جد انت ما بتستحي عدمك. لك حاجة تلف وتدور علينا وتتهرب من الموضوع. احكي الحقيقة ولا احكي. الا انك قتلت عشيقتك لهيك فت على السجن. يلا هذا الزلمة قتل عشيقته لهيك حطوه بالسجن. قديش انحبست يا حباب؟ سبع سنين. سبع سنين لأنك مجرم انحبست كل هالسنين يا بيك مو هيك؟ ايه جميلة خانم شو رأيك هلأ؟ هذا اللي شايفتيه كان متزوج وعشقان على مرته وشرطك تركها وعاش مع عشيقته. بتعرفي وين كمان؟ بفيلا كبيرة ومو حي الله فيلا، بفيلة آل كارجي. طيب وين راح بمرته؟ رماها للمخلوقة بمكان بعيد كرمال ما تعكر عليه وعليها وما سأل عنها وعن عيشتها. ايه صياد؟ احكي ليش ساكت؟ خليهم يعرفوك. احكي يا حكمة كارجي المحترم، انا ظلمتك بكلامي؟ ليك المسكين يا حرام قديش مبين بريء. والله وجعني قلبي عليه. بس ليش لا اكذب اصلا؟ انا زعلت لما دريت باللي صار بالولد الصغير حسن. حسن كارجي هذا الولد بيكون ابنه، ولانه عشيقته افترت على الولد بدون سبب وابوه ظلمه الولد انقهر من قلبه لهيك انتحر. وهالفهمان ليش ما قدر يحمي ابنه؟ لأنه كان معمي على قلبه وراكد ورا عشيقته. عم كذب؟ يلا احكي.
مو كذب طبعا، لانه هي هي حقيقتك يا بيك. مظبوط هالحكي؟ حسن لما قتل حاله، سهى حاولت تتركني وانا بهالوضع، وانا قتلتها. مظبوط. وبعد كل هالشي شو صار بعدين؟ سلمى خانم فقدت عقلها على الاخر. سلمى خانم بتكون مرته لهاد، وام حسن كمان. ليك هالظالم حبس مرته بفيلا وحط عليها حراس مشان ما تضايقها بجنانها، صح ولا لا؟ ها؟ لا 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 لا، ما حبستها ابدا. هي صارت مثل الولد، لهيك خفت عليها تأذي حالها، بعدتها على الفيلا. هنيك بضل آمن إلها وحتى يحموها من حالها. هذا هو الحقير اللي ما بتعرفه. ليش ما قلت لي كل هالشي؟ لأنه أنا بصراحة ما عدت قدران أحكي هالشي لحالي جميلة. حكمة كارجي كرمال يهرب من حاله ويخلص من كل هاد، تحول لصياد. صدقيني أنا ندمان، حتى ندمت ندم الكلاب. كنت مفكر إذا هربت رح ارتاح، بس ما في حدا بيقدر يهرب من حقيقة المر اللي عاشه، ولا من ماضي كمان. ما قدرت اهرب. اذا بتتذكري لما حكينا بالمزار وقلت لك اني انا شخص مو منيح، مظبوطه هاي؟ وشفتي بعينك. بس انا ما كذبت عليكي ابدا، بس مع هيك انا بعتذر منك كثير، وما عاد فيني اعمل اي شيء بهالحاله بنوب. سامحيني. بظن قلت اللي بدك تقوله هلا. يلا روح من هون. لو سمحتي، بس سامحيني. لوين يا صياد؟ حكمة كارجي لوين؟ إن كنت الصياد ولا حكمة كارجي ما عاد تفرق، لأنه رح روح لمكان ما تلمحي فيه وشي بعد اللي صار. أنا رح أطلع من حياتك. ما في لزوم، لأنه أنا موافقة أتزوجك. جميلة، لك أنت جنيتي لحتى توافقي عليه؟ شو أنت غبية لحتى تتجوزي هيك واحد؟ شو صار لك؟ سمعتني منيح؟ مو انت بدك اياني؟ انا موافقه اتزوجك. جميله،